آخر الضحايا 3 لاجئين من مجموعة المراهقين الذين سمح لهم بدخول بريطانيا قادمين من مخيمات كالي قبل عامين، وقد انتحروا في غضون الأشهر الستة الماضية، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول مدى التزام وزارة الداخلية والهيئات المختصة التابعة للسلطات المحلية في المدن والبلديات بأسلوب التعامل مع اللاجئين، وهو ما يتناقض تماما مع ما كانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد تعهدت به في هذا الشأن، بخاصة ما يتعلق بالتعامل مع المراهقين وذوي الاحتياجات الخاصة. Quite a number of children and families being resettled here in the United Kingdom. And I think what we're doing in terms of refugees is absolutely right, on top, of course, of the significant financial support and humanitarian aid we're giving to refugees. صحيفة الغارديان حددت هوية اللاجئين المنتحرين وهم من إريتريا ولم تتجاوز أعمارهم 19 عاماً. كلهم فروا من الوضع غير المستقر في منطقة القرن الإفريقي ووصلوا إلى أوروبا بعد رحلة طويلة وشاقة من وطنهم إلى ليبيا برا ثم إلى أوروبا على متن قوارب الموت ليصلوا بعد ذلك إلى مخيم كالي على الحدود الفرنسية البريطانية قبل أن توافق لندن على منحهم حق اللجوء بعد ضغوط كبيرة من قبل الاتحاد الأوروبي وجمعيات حقوقية وإنسانية دولية. I think it's absolutely crucial that so many people have come here today to raise the question of child refugees. Across Europe, in the last 2 years, 10,000 child refugees have gone missing. It's an absolutely horrendous number and completely unacceptable. هذه التطورات تزامنت مع تفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا مجددا، وهو ما أدى إلى توتر العلاقات بين الدول المعنية مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا ومالطا وحتى ألمانيا التي تفكر مستشارتها أنجيلا ميركل وفق مصادر إعلامية في الدعوة إلى عقد قمة أوروبية طارئة تخصص لملف الهجرة واللجوء. الحكومة البريطانية لم تلتزم بوعودها التي قطعتها باستقبال 20,000 لاجئ وتسعى للتنصل من هذه الالتزامات وهي على مشارف الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والتحرر من قيوده في ملف الهجرة واللجوء. حسن زيتوني، RT، لندن.